قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والنية والهدى. زكي اللهم نفوسنا انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الناظم سيدي عبد الواحد بن احمد بن عاشر رحمه الله ورضي عنه. ويكثر الذكر بصفو لبه والعون في جميع ذاب ربه وكانت زبدة ما قلناه ان الذكر اصل السير الى الله لانه ضد الغفله والغافل لا يطمع منه ان ان يسير خطوه انما يراد من العبد ان يكون حي القلب لاجل ان يتلقى عن الله ما يورثه التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل، فحياة القلب هي اصل السير الى الله، حياة القلب بابها ذكر الله. عند قوله رحمه الله رضي عنه والعون في جميع ذاب ربه اشرنا الى انه يريد ان يؤسس الى التبري من الحول والقوه، انه الى انه لا حول لك ولا قوه، وانما الكل والعون في جميع ذا بكل ما سبق. كل ما هاته الإشارات والواجبات التي ذكرت ونحو ذلك العون فيها من الله فلا يرى لنفسه لا حالا ولا مقام ولا يقول أنه على شيء ولا في شيء ولكن يذكر الله حتى يلقيه المولى عز وجل بمن يأخذ بيده إلى أن يوصله إليه الوصول المعنوي وصول القلب لكن لربما إذا سمع العبد هذا البيت المبارك في قوله والعون في جميع ذا بربه يظن أنه عليه أن يقول ما دام العون من الله فأنا أنتظر إلى أن يأخذ الله بيدي ولا يأخذ هو بالأسباب التي تضعه على الطريق لأجل أن لا يفهم السامع والمريد والمسلم عامة أنه إذا قيل له العون من الله معناها استرح وانتظر العون من الله بل المراد خذ بالاسباب ولا ترى أن تلك الاسباب هي التي أوصلتك لكن خذ بها لهذا استدرك كأنه استدرك المعنى فقال بعد أن قال والعون في جميع ذب ربه قال يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين وقفتنا مع هذا البيت المبارك في قوله يجاهد النفس النفس خلقها الله سبحانه وتعالى اصلا اماره بالسوء ان النفس لاماره لا بالسوء وما دامت اماره بالسوء ولا تريد الا الدعه يعني الراحه والشهوات والمخالفات وحلاوه ذلك الحلاوه الفانيه الباقيه وجب على المؤمن ان يجاهد نفسه امره المولى عز وجل ان يجاهد تلك النفس اختبارا له في الدنيا لاجل ان ينال الخيرات في الاخره قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اخبر ان المجاهده سبيل الهدايه ولذا قال الصالحون من جاهد شاهد من جاهد شاهد تطمع في المشاهدة تطمع في أن تعبد الله كأنك تراه تطمع في مقامات اليقين سنة الله اقتضت حكمة الله اقتضت أن تأخذ بالأسباب وأن تجاهد النفس جاء في الحديث أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزو من الغزوات فقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس سادتنا قالوا لماذا كان الجهاد العدو الذي فيه السيوف وقطع الرؤوس والقتل وسمي أصغر وجهاد النفس سمي أكبر قالوا الجواب لأن جهاد العدو جهاد الكفار في كل وقت وحين عندها مدة يبدأ وينتهي يدوم سنة سنتين كم من سنة سينتهي أو معركة وستنتهي سويعات لكن جهاد النفس لا ينتهي أبدا إلا باليقين الذي هو الموت وعبد ربك وعبد ربك جاهد نفسك وعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهي في كل مقاماتها في تحتاج إلى مراقبة وإلى حتى النفس مطمئنة وحتى تحتاج لا يغفل عنها صاحبها ابدا على ما كان فيه. كلامنا على نفوسنا الاماره بالسوء في بساط السير الى الله لابد على المؤمن ان يجاهدها باشد انواع المجاهدات. واذا قال العبد ما معنى اني اجاهد النفس؟ اعلم ان النفس تحب ما فيه ضررها. خلقت على هذا، الشيء الذي احبته النفس هو الهلاك. هو هلاكها. فنجاتها في مخالفتها إذن فليجاهد العبد نفسه على مخالفة شهواتها تحب النوم والدعاء والراحة يجاهدها على القيام تحب المعاصي وتشتهي المخالفات يجاهدها على التقوى وغض البصر وكف اللسان تحب أن تشتغل بعيوب الناس يجاهدها أن ترجع إلى نفسها وتلاحظ عيوبها تحب المحمدة فإذا فعلت شيئا تحب أن يراها الناس على ذلك ويعلم الناس بذلك يجاهدها على الإخلاص والصدق وكتم أفعاله وأقواله وأن لا يطلع أحد على كم من حزب قرأ من القرآن الكريم وكم من ركعة صلى في هذا الليل وكم وكم من, من الطاعات بل يظهر إن استطاع يظهر ما لا يوجب محمدة لأجل أن يقطع حظها حظ هذا النفس في أن تطلب المحمدة عند الناس والذكر الحسن عند الناس ونحو ذلك يقول سيدي مولاي العرب الدرقاوي رحمه الله ورضي عنه كان يعجبني قول بعض الفقراء يعني هو يقول عن فقرائه مريديه كان يعجبني بعض الفقراء إذا قيل لهم ماذا أدركتم في هذا الطريق طريق السير إلى الله ماذا أدركتم فيقول الجوع والعرق ولا شيء آخر وهو يريد كتم حاله يقول ماذا أدركتم من المقامات؟ ما أدركنا شيء، لكن إلا الجوع وكذا وكذا، وهو يريد أن يقول أنه كان يعجبه أنه كان يستر حاله يستر حاله مع الله لئلا تنال النفس حظ من المحمدة والنعم الحمد لله نحن في قد توهم قد توهمه نفسه بأنه يذكرها من باب التحدث بنعم الله ولكن لو راقب نفسه من أنت حتى تتحدث بنعم الله بكامل الإخلاص؟ والصدق إنما تحب أن يعلم الناس ما أنت فيه أجل هذا اتفقت كلمة مشايخ التربية والسلوك على أنه على المريد أن يحاسب نفسه أن يجاهد نفسه في أن لا يفعل وأن لا يتبع فيما تريد هذا المعنى أوضحه بحكمة جليلة سيد أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ورضي عنه بحديث بحكمة عظيمة جليلة جعلها ميزان ميزان لعامة المسلمين كل أحد هل أقبل على ذلك الفعل أم لا أقبل أقبل عليه هل أفعل ذلك شيء أم لا وهل في فعلي لذلك شيء إخلاص وصدق وهل في فعلي له نفع لنفسي الأمارة بالسوء حتى ترتقي ونحو ذلك أم هو متابعة لها فقال رضي الله عنه وأرضاه إذا التبس عليك أمران التبس اختلف عليك أمر هل أفعل أم لا أفعل؟ إذا التبس عليك أمران فافعل أثقلهما على النفس فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا ميزان رباني ألهمه أنت متحير هل أقول أم لا أقول؟ هل افعل ام لا افعل؟ الجواب المخرج انظر اي العملين فيه شده على النفس والثقل عليها ولا تحبه ذاك الذي جاهدها فيه لتفعله فان انت سرت على هذا المعنى فانك سترقيها الى وتحليها بمقامة اليقين لان الفعل الخفيف الذي خف عليك واعجبك من بين الفعلين ذاك هو الذي لها فيها حظ هو الذي تحبه النفس أما ما ثقل عليها لا تحبه وفعل ما لا تحبه هو المجاهدة وذاك الذي لا تحبه النفس هو الحق إذا الثاني هو الباطل فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا عظمة في الفكرة فإذا أنت تميز الحق من الباطل بنفسك ثقل عليها الأمر وذاك عين الحق إذا جاهدها وسر على ما قال واحذر أن, أن, أن تساعف نفسك احذر أن تميل إلى رضاها فإنها كما قال سيد البصير رحمه الله ورضي عنه من لي برد جماح من غوايتها كما ترد جماح الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها هذا النفس لا تظن انك اذا ارسلتها في المعاصي ستقول ستشبع من المعاصي لن تشبع ابدا فلا ترم بالمعاصي كسر شهوه لا تظن لا تطمع فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعام يقوي شهوه النهم النهم ياكل كثير لما ياكل كثير يزيد نهما على نهم ثم قال والنفس كالطفل ان تهمله شبه ترى شابا إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم حينما تفطم الصبي ساعة سنتين أو نحو ذلك سيبكي يوم ويومين وثلاث أسبوع وسيمرض وكذا وكذا لكن بعد أسبوعين يرمي اللبن ذاك الذي كان يعيش به به ويصير يأكل ما يأكل الرجال وتظهر عليه سمة الرجال هذه هي النفس إن أنت أهملتها شبت على حب الرضاع كالصبي الذي لم يفطم صار طيب عنده خمس ست سنوات وهو يأخذ حليب أمه أو قارورة الحليب أو نحو ذلك وهو عار وإذا فطم في وقته سيتأثر ويتألم هو ووالده ووالدته ونحو ذلك ويكون في البيت شيء من الهم والرقة والحنان ولكن مع ذلك إذا صبر الوالدان على ذلك فإنه سينفطم ويصير رجلاً وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَاطِهِمِ وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِيهِمَا وإنهما هُمَا مَحَظَاكَ النُّصْحَ حين حينما تأتي النفس وتقول لك فعل كذا وفعل كذا من خيرات احذر فإنها لا تأمر بالخير أخبرك المولى عز وجل أنها تأمر بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء بعض الصالحين يحكي عنه في رسالة الإمام القشيري أنه حدثته نفسه بالجهاد بالخروج للغزو مع المسلمين فتوحات فصار في خلوته يتوسل إلى الله ويقول يا رب أرني خفايا مرادها فإنك أخبرتني أن النفس لا تأمر إلا بالسوء إن النفس لا بالسوء وهذه نفسي تأمرني بالجهاد ولم أرى أين السوء وصار يذكر الله بصدق وإخلاص في خلوته ولم يرى ويظهر له الجهاد أن شيء عظيم وأن تحدثه عن خروج من خلوته كان في خلوة في الذكر للجهاد وهو يتوسل الى الله حتى فتح الله عليه فانتبه فكان نفسه حدثته وقالت انك تقتلني في هذه الخلوه مئات المرات ولم يطلع علي احد ولم يعرفني احد فاخرج الى الجهاد تموت شهيدا يذكرك الناس بالخير واستريح قال فلما انتبهت الى خفايا دقائق دسائسها قلت والله لن تخرجي الى الجهاد الأصغر لتبقين في الجهاد الأكبر هذه الرقائق من قول السيد البصيري رحمه الله ورضي عنه وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محاضاك النصح تأتيك بنصح محض فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم سواء كانت نفسك خصما أو كانت حكما يظهر كأنها أحادية في كل الأمور خالف نفسك فإن في مخالفتها الخير في مجاهدتها التحلي بمقامات اليقين في ترك ما ترغب فيه. جاء رجل الى سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه الخليفه العادل الزاهد الولي الكامل فساله والرجل كان قد اقامه الله في الدلاله على الله او الدعوه او الكلام عالم لكن لا زال في السير ولم يتربى على المشايخ يحتاج الى من يأتيه بدقائق رقائق التربية لكن كان أوتي علما فقال يا أمير المؤمنين متى أتكلم ومتى أسكت قديما كانت المجالس والمحافل كبيرة يحضر فيها الناس والعلماء والأعيان وتطرح المسائل للنقاش ويظهر تظهر مقامات العلماء والمجادلة والجدال بالحسنى والمناقشة في العلم ونحو ذلك وفي تلك المجالس تظهر تلك القامات من العلم لكن كذلك فيها النفس فيها الحظ النفس وفيها منح ذلك فقال متى أتكلم ومتى أسكت فقال رضي الله عنه وأرضاه تكلم إذا اشتهيت السكوت واسكت إذا اشتهيت الكلام والمعنى خالف نفسك في بعض الأحيان تشتهي النفس أن تتكلم في هذا المجلس لأجل أن تظهر علمها ومكانها اسكت خالفها وفي بعض الاحيان النفس تشتهي السكوت لتظهر للناس انها متواضعه وان تكلم هناك المدار على مخالفه النفس على مجاهده هذه النفس يجاهد النفس لرب العالمين الكلام على مجاهده النفس واسع وطويل لكن لابد ان نخرج بزبده من كلام ساداتنا مؤسس على القران والسنه وهي أن الإنسان لا يشتغل بنفسه. إذا قالوا له جاهد نفسك. ليس معناه أن يضع نفسه بين عينيه وحياته كلها وهي مجاهدة نفسه. لا. لأنها ستغلبه. إذا لا ينسى البيت الأول والعون في جميع ذا بربه. ولا ينسى الأصل العظيم وهو أن يسلم نفسه لمن يربيها. فإذا جاهدت نفسك في أن.. تسلمها لأهل التربية والسلوك وتطرحها بين أيديهم لأجل أن يفرغوها ويملأوها كما كان سيد الوجود عليه الصلاة قال الصحابة كان يفرغون ويملؤون يفرغون من من الرذائل ويملأونا بالفضائل لأنهم سلموا أنفسهم لمربيهم كذلك على المريد الذي لقاه الله بالرجل الصالح الكامل الذي كملت نفسه وأهل للتربية على المريد ان يسلم نفسه له فيهدمها ويبنيها كما شاء ويربيها وعلى ان لا يشتغل هو بنفسه ذاك الاشتغال الكبير انما يسلمها له ولكن نعم يخالفها ويجاهدها ونحو ذلك ولكن يسلمها لشيخه كما قال المولي العرب الدرقاوي رحمه الله ورضي عنه اطرح له النفس والزم مراده طالبا الله كما يسلم المريض بدنه للجراح ويضعه على لوح العمليات فلا يناقش ولا يناقش وانما يفعل فيه الجراح ما شاء لانه ثقته الكبيره في ان الداء الذي فيه ينزعه ينزعه هذا الطبيب لانه مختص. هذا في عام الابدان الانفس والارواح اولى ان تسلم الى الطبيب الجراح الصيدلي العارف الكامل الذي عرفه الله. بخفايا النفوس فينزع منها الاورام والامراض الخبيثه ويحليها بالفضائل والكمالات، يجاهد النفس لرب العالمين فاذا هو جاهد النفس وذكر الله سبحانه وتعالى وخالف نفسه وسلمها للشيخ المربي الكامل واطاعه عند اوامره ونواهيه لانه لا يامره الا بما امره به الله. ولا ينهاه إلا عما نهاه عنه الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه فيكون ذلك التسليم وجه من أوجه المجاهدة جاهد نفسه ليسلمها لمربيها فإذا سلمها إلى مربيها حلاه بمقامات اليقين يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى الحلة يعني اللباس ويتحلى بمقامات اليقين التي سيذكرها بعد ذلك الخوف والرضا والخوف والرجاء والصبر والتوبه والزهد والمحبه ونحو ذلك، مما سنذكره ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل بحول الله وقوته. نسال الله الكريم بجاه النبي العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يطهر نفوسنا وان يزكيها هو وليها وهو مولاها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. قد افلح من